السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين القناة، أهلا بكم. بشكل رسمي رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية نزلت قرار خاص بطلاب أبنائنا في الخارج بتاريخ 23/10/2024. تعال نشوف القرار أول بأول كده علشان نعرف المطلوب مننا إيه. زي ما انت شايف معايا كده، تعليمات بشأن إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 1446 هجرية 2024-2025، زي ما عودتكم بشكل حصري أول بأول هنا على القناة. بيقول رقم واحد، طبعا كاتب لي مواعيد التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج، مواعيد عقد الامتحان الإلكتروني، الفئات التي يعقد لها امتحانات أبنائنا في الخارج، نظام الامتحانات، شروط التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج، إرشادات ملء استمارة التقدم الإلكتروني، مستندات التقدم للامتحانات أبنائنا في الخارج، نظم أداء الامتحانات، ضوابط عامة لإجراء الامتحانات للصفوف من الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي. عاشرا، تعليمات خاصة بشيوخ المعاهد والطلاب المصاحبين لذويهم بالخارج، الاعتماد، وآخر حاجة أرقام التواصل مع الإدارة المركزية للامتحانات. أولا زي ما احنا شايفين مع بعض كده، مواعيد التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج، يتم التقديم الإلكتروني على الموقع اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27/10/2024 وحتى يوم الخميس الموافق 28/11/2024. طبعا يتم تلقي ملفات التقدم الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 29/10/2024 وحتى يوم الأحد الموافق 1/12/2024. لو انت عايز تقدم بنفسك في الإدارة المركزية للامتحانات، التقدم من 29/10 لحد 1/12 بشكل شخصي. طيب بالنسبه للفصل الدراسي الثاني، يتم التقديم الالكتروني على الموقع اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2/3/2025 حتى يوم الخميس الموافق 20/3/2025، اما باليد بقى اعتبارا من يوم 3/4/3/2025 وحتى يوم الاحد 23/3/2025. بالنسبة للدور الثاني، يتم التقديم الإلكتروني على الموقع اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/6/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 19/6/2025. طيب مواعيد عقد الامتحان الإلكتروني امتى بقى؟ تعقد امتحانات أبنائنا في الخارج على نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي 2024/2025 في المواعيد التالية. الفصل الدراسي الأول اعتبارا من يوم السبت هتبدأ الامتحانات بتاعتهم 28/12/2024، أما الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 26/4 شهر إبريل 2025. الدور الثاني اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20/7/2025، وطبعا الأزهر الشريف هو اللي بيختص بإدارة هذه الامتحانات وبينزل جدول على بوابة الأزهر الإلكترونية. تعال نكمل. ثالثا بقى، الفئات التي يعقد لها امتحانات ابنائنا بالخارج، مين اللي المفترض هنعقد له امتحانات ابنائنا بالخارج او الازهر هيعقد له امتحانات ابنائنا في الخارج؟ اولا المرحله الابتدائيه، الصف الاول والثاني والثالث والرابع والخامس الابتدائي الازهري، المرحله الاعداديه الصف الاول والثاني الاعدادي الازهري، المرحله الثانويه الصف الاول والثاني الثانوي الازهري بقسمي العلم والادب. يبقى معنى كده كمان عندنا امتحانات الشهاده الابتدائيه والشهاده الاعداديه، الشهاده الوحيده اللي هي مش هتمتحنها في الخارج هي الشهاده الثانويه. يبقى ملحوظه هامه، الفئات التي لا يعقد لها امتحانات ابنائنا بالخارج الشهاده الثانويه الازهريه بقسمي العلم والادبي وصفوف النقل وشهادات القراءات الثلاثه التجويد والعليا والتخصص وصفوف النقل وشهادات معاهد البعوث الاسلاميه. يعني كل المراحل هتمتحن خارج مصر عادي في السفاره الا الصف الثالث الثانوي الازهري بس هينزل هنا يمتحن في مصر. طب نظام الامتحانات، امتحان الدور الاول تعقد امتحانات ابنائنا في الخارج بنظام الفصلين الدراسيين اونلاين، فصل دراسي اول وفصل دراسي ثاني وفقا للمناهج المقرره في جمهوريه مصر العربيه، يعني زي ما الطلبه في مصر في المعاهد الازهريه بتاخد حضرتك هتاخد برضه، سواء معهد عادي سواء معهد نموذجي سواء معهد خاص عربي او لغات. وفي العام الدراسي 2024/2025 بدءا من الصف الاول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، يبقى اذا كل الصفوف تقدر ان هي تمتحن عادي في الخارج. امتحانات الدور الثاني، تعقد امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لهم حق دخول الدور الثاني في المقرر كاملا في اي عدد من المواد الدراسيه التي رسب او تخلف فيها عن الحضور، يعني لو ما حضرتش في الدور الاول او في الدور الثاني، يعني في الدور الاول ما حضرتش او في الدور الثاني ما حضرتش، تقدر تحضر امتحانات الدور الثاني بقى في اخر العام. لغة الامتحان، اللغة العربية هي لغة أسئلة الامتحان، ويقوم الطالب بالإجابة على أسئلة جميع المواد باللغة العربية ما عدا مادة اللغة الأجنبية ومواد اللغات للمعاهد الخاصة قسم اللغات. طب أرقام الجلوس سمستر، أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين، يتم الإعلان عن أرقام الجلوس لامتحانات أبنائنا في الخارج على بوابة الأزهر الإلكترونية صفحة أبنائنا في الخارج وذلك قبل موعد الامتحانات. تعال نكمل.
طب خامسا، شروط التقدم لامتحان ابنائنا بالخارج. انا بقى عايز اقدم لابني بقى في الامتحان. اول حاجه ان يكون الطالب متمتعا بالجنسيه المصريه. رقم اتنين ان يكون الطالب مقيدا باحد المعاهد الازهريه. بتاكد من الجزئيه دي، ان الطالب مقيد في المعهد مش بره المعهد، يعني عيد قيده الاول قبل ما تبدا انك تقدم في او تبدا في الاجراءات بتاعه تقديم الامتحان بتاعه. ولم يؤدي الامتحان بمعهده لدواعي السفر مع ولي الامر من ضمن الفئات المسموح لها بالامتحان. رقم ثلاثة، أن يقوم ولي الأمر أو من ينوب عنه بسداد رسوم امتحانات المقررة داخل جمهورية مصر العربية بالبنك المركزي المصري حسب الإجراءات المتبعة. لازم تسدد الرسوم الامتحان في البنك المركزي. طبعا بتاخد وصل بكده وبترفقه مع الورقة بتاعك. تسجيل الإلكتروني وطباعة الاستمارة وتقديمها مع المستندات المطلوبة للإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة في المواعيد المحددة لذلك. بيقول ملحوظة مهمة، يسمح للطالب الذي لم يتقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول ولم يؤدي الامتحان بمعاده أن يتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني وكذلك الدور الثاني حال سفره الخارج. يعني اللي ما دخلش الدور الأول يقدر يدخل الدور الثاني، طب ما دخلش الدور الثاني يبدأ يدخل آخر السنة، امتحان آخر السنة اللي هو بقى في آخر السنة الدور الثاني. ندخل بقى على ارشادات ملء استمارة التقدم الالكتروني. اول حاجه، يجب الحصول على اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصه بالطالب من المعهد المقيد به من شؤون الطلبه لكي يتمكن من التسجيل الامتحان من خلال الرابط التالي. تخش على الرابط ده وتبدا تاخد اسم المستخدم وكلمه المرور. على ولي الامر مراجعه بيانات الطالب، لو في اي خطا يقوم بالرجوع للمعهد، لو اسمه ابنه فيه غلطه، لو حاجه فيها غلطه يرجع للمعهد. طباعة الاستمارة من خلال الضغط على زر اضغط هنا لطباعة البيانات من اعلى يمين الصفحه، طبعا على بوابة الازهر الالكترونيه. يتم اعتماد استمارة التقدم من مسؤول شؤون الطلاب وتعتمد من شيخ المعهد والمنطقة التابعة لها المعهد، يبقى بتعتمدها من مسؤول شؤون الطلاب ومن شيخ المعهد وبعدين المنطقة التابعة لها المعهد. حصول على بيان بدفع رسوم الامتحان من الإدارة المركزية للامتحانات واعتماده من حسابات مشايخ الأزهر ثم سداد بالبنك المركزي بالقاهرة بواقع $150 للطالب. رقم 6، تسليم استمارة التقدم والمستندات المطلوبة للجنة المختصة بالإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة على العنوان الثالث، 10 شارع احمد ابو العلا من شارع مصطفى النحاس محطه ثروت مدينه نصر بالقاهره، وطبعا ده الكيو ار بتاعها. سابعا بقى، بالنسبه لمستندات التقدم لامتحانات ابنائنا في الخارج، تقدر تاخد سكرين شوت من الحاجات دي كده علشان يعني تقدم بيها الملف بتاعك. كمان ثامنا، نظم اداء امتحانات ابنائنا بالخارج، النظام بيبقى عامل ازاي بالنسبه لتلاميذ الصف الاول والثاني الابتدائي. يتم دخول تلاميذ الصف الاولى من مرحله الابتدائي الاول والثاني الامتحانات برقم الجلوس والرقم القومي المعلن على بوابه الازهر على الرابط التالي. يقوم الطالب بتحميل الامتحان اللي هي كراسه الانشطه كالعام الماضي ويجيب عليها بخط يدي ويعيد رفعها على ملف PDF على الرابط السابق. بالنسبه للصف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، يتم دخول الطلاب برقم الجلوس والرقم القومي على الرابط التالي، كله بيخش على الرابط ده. تاسعا، ضوابط عامه لاجراء الامتحانات للصفوف من الاول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، قدامك اهيت الشروط دي هتحاول انك تاخدها سكرين شوت برضو. بعد كده عاشرا، تعليمات خاصه بشيوخ المعاهد. ده بالنسبه لشيوخ المعاهد بقى، حاجات خاصه بشيخ المعهد نفسه. الازهر هنا بيقول تم اعداد هذه التعليمات طبقا للوائح والقوانين المنظمه لاعمال الامتحانات بمعرفه الاداره المركزيه لشؤون الطلاب والامتحانات والخريجين واعتماد اللجنه الموقعه ابناه، وعلى الجميع التزام بهذه التعليمات كل فيما يخصه بكل دقه، سواء بقى ولي الامر، شيخ المعهد، المدرسين ومن يخالف او شؤون الطلاب، ومن يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءله القانونيه. وزي ما قلت لك ان كان في تاريخ 23/10/2024. واخيرا هنا بعض الاسماء دون غيرها يتم التواصل معهم في شان امتحانات ابنائنا بالخارج. بالنسبه لفضيله الشيخ حميد حامد ابو عويضه رئيس الاداره المركزيه للامتحانات الموبايل بتاعه، جمال بسيوني حموده مدير اداره شؤون الامتحانات الموبايل والواتس بتاعه، دكتور محمد سلامه انور ابراهيم اداره ابنائنا بالخارج الموبايل والواتس بتاعه، صفحه ابنائنا في الخارج على بوابه الازهر الالكترونيه، رابط التسجيل الالكتروني والدعم الفني دكتور او الاستاذ محمد ابراهيم الطنامي. اتمنى نكون استفدنا معلومه جديده. كان معكم مستر محمد عاصم من قناه على اليوتيوب. سلام عليكم.